مساء الخير يا صديقي. أهلا قامت بك. القوات التركية باستهداف مواقع قوات قسد بالندفعية الثقيلة في قرية مرعناز بريف حلب الشمالي، كما حدث قصف متبادل بين قوات النظام السوري وفصائل الجيش الحر بريف إدلب الجنوبي على محور كفر عويد، فطيرة، سفوهون وكفرنبل، نتج عنه مقتل ضابط وعنصر من قوات النظام السوري. ولدنا أيضا مقتل عنصر تابع لقوات الأسد قنصا على محور بلدة جوباس قرب مدينة سراقب بريف إدلب. أيضا شنت طيران الحرب الروسي اليوم غارتين جويتين استهدفتا تلال الكبينة بريف اللاذقية الشمالي، ردت عليه الفصائل المسلحة بقصف مدفعي على تلة الملك التي تسيطر عليها قوات الأسد، وما زال القصف مستمرا حتى هذه اللحظة. أيضا هناك قوات الأسد استهدفت بصاروخ موجه سيارة مدنية في محيط قرية غانيا بريف إدلب الغربي، ولم يريدنا حتى الآن الإصابات أو إذا ما كان هناك قتلى داخل السيارة. طيب أستاذ أحمد، الأمر مقتصر فقط على الاستهدافات بعيدة المدى والقصف المتبادل أم أن هناك اشتباكات مباشرة وتغيير في خارطة السيطرة على الأرض؟ عزيزي سيدي الكريم، يأتي هذا التصعيد في ظل الشحن الإعلامي حول الكلام عن اقتراب الهجوم على بلدة عين عيسى، وأيضا الشحن حول عودة المهجرين أو في ريف إدلب وحلب. هذا يقول الأهالي أن هذا تعودنا على هذا الكلام، لن يكون هناك أي قتال بين الطرفين، قتال على الأرض، إنما لا يتعدى الاستهدافات بالقذائف أو القنص التي طالما أن هناك اتفاق ساري المفعول بين روسيا وتركيا لن يكون هناك أي تغيير فعلي على الأرض. ولكن هناك من يرى بأن هذه الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين الروسي والتركي تم اختراقها عشرات المرات في هذه المناطق أستاذ أحمد. نعم، يوميا يتم اختراقها من قبل الطرفين، يتم اختراقها من قبل الطرفين واستهداف المدنيين نتيجة، لكن ذلك لا يؤثر على طبيعة أن لا يوجد هناك أي تقدم ولو مترا واحدا من الطرفين على الأرض، يعني لا يؤثر على روح الاتفاق، لا يؤثر على روح الاتفاق والحدود الجغرافية المرسومة لهذا الاتفاق نهائيا صديقي، لا يؤثر على أي بنود الاتفاق. أستاذ أحمد، يعني اليوم مع اشتداد فصل الشتاء وهذا القصف الكبير، كيف يبدو أو كيف تبدو الأوضاع الإنسانية، سيما وأن هناك حركة نزوح حبذا لو وضعتنا في هذه الصورة؟ سيدي الكريم، نتيجة قدوم فصل الشتاء ودرجة الحرارة المنخفضة والهطولات المطرية الكثيفة، الحالة جدا سيئة في مخيمات الشمال السوري التي يسكن حيث يسكن الملايين هناك في هذه المنطقة في بخيام ليست معدة لتواجه برد الشتاء، كما أن هناك تقصير كبير من قبل المنظمات الإغاثية التي لم توفر لهم لا المدافئ ولم توفر لهم، لا يوجد هناك سيد الكريم أي بنية تحتية لمواجهة الأمطار الغزيرة. منذ يومين عدة مخيمات غارقة أهلها نتيجة الأمطار الكثيرة التي حصلت، غارقة أهلها ولم وذهبت خيامهم نتيجة هذه السيول، حدثت سيول وذهبت خيامهم. بالمقابل لا يوجد هناك توفير لمادة الفحام أو مادة الحطب أو حتى المازوت ليقوموا بالتدفئة. الوضع جدا مأساوي في ظل صمت العالم عن إمداد هؤلاء المساكين بما يتطلب طيب. أدنى درجات الحياة. أستاذ أحمد، فيما يخص التصعيد الأخير في المنطقة، هل خلف حركة نزوح؟ وإذا وجد حركة نزوح إلى أين اتجهوا هؤلاء المدنيين؟ سيد الكريم، لم يعد هناك أي مكان يذهب إليه هؤلاء إلا الشريط الحدودي. منذ فترة وبعد موسم قطاف الزيتون في المنطقة حدثت حركة عودة للمهجرين، لأن يعني المخيمات أصبحت جحيم بالنسبة لهؤلاء، لذلك قاموا بالعودة إلى بعض مناطق جبل الزاوية. لكن اليوم مع عودة التصعيد، مع عودة القصف المتبادل، لم يعد يأمن الناس على أرواحهم، فبدأت نعم حدثت هناك حركة نزوح من مناطق جبل الزاوية إلى الشريط الحدودي في أطمة وسرمدة وهذه المناطق، يذهبون إلى حيث المجهول، لا يعلمون إلى أين هم يسكنون. من الحدود السورية التركية، الناشط الإعلامي أحمد عبد اللطيف اليوسف، أنا أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات والتفاصيل، شكرا لك.